هذا السناب شات حقي، اتمنى انكم كلكم تضيفوني وتشرفتكم كلكم. المتعه في التحدي العقاب، اذا كان قوي العقاب يكون التحدي اسطوري. سوينا تحديات كثير قويه. سربرايز ماذر فاكر. والحين جاء دور الأقوى. ما قد جربت مصيدة الفيران؟ صيد أصبعك أو طرف رجولك، شفت الألم؟ شفت الصراخ اللي بيجي؟ هذا تحدي اليوم الأسطوري، تحدي مصيدة الفيران. ابن أمك تخسر التحدي أو أغلط. بتلاقون قناة لوفان وحساباتها تحت المقطع. انفضوها نفض يا أخوان موها، يا أساطير موها. وانت قاعد تستهبي من أول شقت يدي زي ما انت شايفين. جمري اليوم جايبين لكم تحدي اسطوري، تحدي خطير. هذه زي ما انتم شايفين مصيدة الفيران. عندنا كلمات لازم نهجئها، لو فرح هجئها ولا راح اهجئها يدك اي عشان طبعا لا احد يجربها، لا احد يجربها. شوف لا انا انصحكم انكم ما تجربون مع اخوياكم ولا مع اي احد صراحه. طبعا لا تجربها مع واحد يكرهكم، لانه والله لا يعذبكم تعذيب ولا يخليك تخسر. والحين اذا قاعد تشوف المقطع، وقف المقطع وضغط زر اللايك، فجر أملك. خلينا نوصل التحدي 50,000 لايك إذا نقدر. أقدر أدري إنكم تقدرون يا إخوان موها. أسطوريين. أضرب اللايكات. الملقبين بأسطوريين. ورانا نبي تستريش معناها. واللي ما يدري في تحدي خلال 24 إذا وصلنا 1,000,000 متابع راح أختار عشوائي 5 منكم وسافر معهم أي دولة، راح أسوي تحديات ومقالب وكل شيء مع بعض. طبعا التحدي أنا سويت التحدي وأنا قلت التحدي كلمة واحدة. هذه بعض الناس يجيب المزيكا. نلعب حتى لو رقم قصة ولا نشوف من الأول. غشاش لا غشاش لا حتى لو رقم قصة أنا ما أدخل. يلا حتى لو رقم قصة. حتى ليش الدفاع هو؟ يلا حتى لو رقم قصة. الحين نبدأ التحدي. هجئ كلمة اليوتيوبرز يونيون. ألف لام يوم، ألف لام يا تا يا با را يا واو نون يا تا. احس انك بتقول ورب البيت خطا. لا صح، اول ما تقول اليوتيوبر تيون انت ما قلت اليو تيون. تعال احمد. لا انا انسحب. اضغط ايش اضغط؟ لا اكيد تعال جيب. انا انسحب. كيف راح تسوي اول شيء كذا؟ عجل خمسه انا بعد خمسه وتعال. اوكي والله العظيم والله عشان ما تحس اصبعي لحالها تقطع. والله نزل دم. والله ما تحسون بالالم. يلا خذهم ما تحسون بالالم. لا تجرب هذا السيستم. انت تتعود. والله ما جربت لحد الحين. ايش انت قاعد تسوي زي كذا انت قاعد؟ اوكي يلا. احس انها من زيد تتعود، انا لحد الحين ما جربتها يا عيال. اقسم بالله يا محمد وعلمت تشوهت. ما عليك ما عليك ما راح تتشوه يا ابوي، كذا التحديات الاسطوريه. هاتي كلمه قصه ثانيه يلا بسرعه. الف لام قاء ص ط نون ياء تاء مربوطة. خطأ ورب بالبيت صح. لا لا هي لا 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 لازم نطلع من الجوال تأكد. لا أي والله القسطنطينية. يلا يا خطأ يا خايب. يلا لأنه جيت على أصبعه نزل دم. طبعا شوف طالع شوف يدك بسرعة بسرعة بسرعة. خطأ كلمة. يلا واحد أطلع. إيش شعورك؟ نفس شعور أول مرة ثاني مرة صح؟ لما تيجي تقرأ طماطم؟
تعوج. والله تعوج عليه. والله تعوج. وكيف؟ حسب لا مزح معك. شوف يدي. ايش؟ مو يبين. شو بينزل دم هنا اللي يبين. والله العظيم شكرا. كلها بوسه. بوسه تمسح. بيزنطينية. ايش؟ بيزنطينيون. الف لام الف لام با يا زا نون طا يا تاء. صح. قول خطب ورب بالبيت في يا قبل التاء. لا قلتها. ما قلت قلتها. البيزنطي قلت طا يا تاء يا. يا اخي شايب غششني. ورب غششني. لا والله غشاش. اقسم بالله غشاش. ورب بالبيت غشاش. قسم بيت الامر. محمد لا محمد بالبيت خلاص. انت بدك كل اياها بس قسم؟ لا. لا الحين غير المنطقة كذا الحين. لا ايه لا مية مية هي. كيف؟ تشفيق انت تدخل الطاولة. شوف العظمة. انا بعدين بحس بالالم. صدق انه اوه والله العظيم شوفوا كيف. بصور لكم اياها بالجوال وبحط الصورة هي. ايش ذا؟ ترى لا استني اطلعها اول شيء. مو طلعتها والله موجودة. تأكد منها. حامد خايف. تأكد منها اول شيء. ترى لا. انت ليش تجيب لي حروف بالالف واللام؟ تعرف اني انا ما اعرف لها. يلا يلا يلا. تاء لام يا الف مقصوره. الف يا مقصوره. الف عليها همزه. لا خطا. اوكي اوكي يلا خوفتني خوفتني حجيك خوفتني. دو ات جاست دو ات. جاست دو ات جاست دو ات. انت اخذت قاعد ترفع الادرينالين في جسمي. ادري وش دخل ادرينالين. جاست دو ات. وانت كذا الطماطة بنفسجي على احمر. شوف شوف كلها على اصبعه غبي. شفت حسيت بالالم؟ لا حسيت بالالم؟ لا جت العظمة. شوف كيف؟ انت مين خلاك تسوي التحدي الخايس ذا؟ ورب البيت ما احس فيه. ما تحس فيه زي اصبعي ذا. يلا يلا يلا. ترى في كثير ناس تحس ان نتصنع ونسوي ذي الاشياء. جربوه. انت ما قد جربت التحديات اللي احنا نسويها. جربوه. نص ساعة ريح شوي بريك. تعال ساعة خلصني. لا تقعد طالع. خليني اطلع الكلمة. يا اصبعي ذا تشنج. كيف بمسك الجوال اليوم؟ اوكي وخ خليني اشوف. يلا. هجأ كلمة. طلع لي انت. طلع لي قاموس عربي. طلع لي قاموس عربي. ما اعرف كل كلمة طلع لي قاموس عربي. اصبر. ما شاء الله فاتتك صفحة جوجل هنا كلها. هجأ كلمة. اصبر. فناديوم. ايش؟ الفناديوم. الف لام ذا نون دا غلط. ورب البيت غلط. اقسم بالله غلط والله العظيم. وريني الكلمة. ورب وريني الكلمة كذاب. شوف انت قلت الفناديوم. ايوه خطا. مش كذا تنطقها. انه نط كذا. لا خطا نطقها. نطقها خطا. لا كله خطا. لا والله خطا. والله خطا صح. والله خطا نطقها. والله صح. عم تقول في الكلمة خطأ. أعطيك مثال. مع نفسك يلا. لا أعطيك مثال. لا والله والله كلمة. والله العظيم إنه. إيش أنت كاتب قلت لي في الفيديو؟ ما أدري. يلا واحد اثنين ثلاثة بسرعة. رص بقوة. غبي. والله البيت إنه غبي. يجيبه في مناطق حساسة الغبي ذا. أنا أتصرف. منهاجي. 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 إيش منهاجي؟ ميم نون. ها. ايوه جيم خطا. لا الف خطا. والله ما تعيد. والله ما تعيد. والله ما تعيد. لا يا ابوي والله ما تعيد. لا 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 محمد قاعد يبكي. والله من جد قاعد يبكي. وريهم وجهك. وريهم وجهك اللي بتدمع. قاعد يدمع والله. قاعد يدمع والله. انا ما كنت رجال تموت. امبراطورية المكسيكيون. لا ما تقول كلها. قلنا كلها. الشاشة. الحين كبرت ثانية راح نقول كلمتين بعض. مو كلمتين جملة جملة قصدك. جملة هي جملة. انت بتطلعي. انت لو جملة بتدخلي كلمتين. ما دخل.
بيفتح قاموس اوروبا ذا. يلا اصبر، ايش دخل قاموس اوروبا؟ طيب خلاص اوكي يلا. امبراطورية المكسيكيون مع همزات. مدرسة ابناء عندك قاعد، مدرسة ابناء عندك قاعد. طيب دخل يلا. الف ميم باء طاء واو راء يا تاء. الالف ايش اصبر؟ يلا. الف همزة. همزة وين؟ لا ايش حق اقول لك مين؟ يلا يا فان. هي فوق. لا والله لا مو كذا كذا على الطرف، لا كذا يعني دخل امه كذا بعدين ايوه لا خلي دايما يجيب العيد سوي كذا اي كوكو كوكو كيف؟ في مكان كيف ابوك؟ الصباح لا الصباح هذا المسك بسرعه جاست دو ات دنموس دنموس يا باشا دنموس يا باشا ما في الصباح اللي مو الضربه القاضيه وين قاعدين على بعض لا عشان كذا لا 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 اسكت اسكت ها الله اكبر يا شيخ شو امك تحت غضب عجبك المقطع في مقاطع خرافية ثانية روح شيك عليها ولا تنسى تشترك في القناة وتضغط زر اللايك اشوفك ان شاء الله في مقطع جديد.